دكتور زيدان، كم هي كمية المواد ضمن يعني هذه الخامسة، هذه المرة الخامسة اللي نرسل بها مساعدات؟ ايش قد الكمية الكلية اللي وصلت إلى معبر رفح من العراق؟ يعني بحدود حاليا مع الوجبة الخامسة اللي أوصلناها يوم أمس، كانت يوم أمس فقط 20 طن من المساعدات الطبية والصحية حصرا، ما كانت معها أي مواد لا إغاثية ولا كانت معها مواد غذائية، فقط طبية وصحية، وحسب الهلال الأحمر الفلسطيني اللي هو يعني حسب المستشفيات حاليا تعرف أصبح هناك دمار كبير فبحاجة إلى مواد صحية، فكان الطلب من عندنا أنه نرسل مواد طبية وصحية حصرا. فكانت يوم أمس آخر وجبة هي 20 طيارتين من القوة الجوية، ما يقارب أكثر من 70 طن تقريبا إحنا وصلنا العراق، وقد يكون في مصاف الأوائل من الدول اللي وصلنا هكذا كميات. وإحنا طبعا يعني مستمرين بطلب السماح من قبل مطار العريش حتى تصل طائراتنا، ولله الحمد خير العراق كثير إن شاء الله، وموجود عندنا خزين استراتيجي حاليا يعني بعشرات الأطنان فيه من كل المواد اللي الإغاثية سواء أو الصحية موجودة.